مازال واحد اخو اختي الله يسالك اخويا. مالك مبيك؟ اختي راهي تمرغب عليك. انا واحد نخليك المهم اخويا. شنو؟ استني اخويا. تفضلي. الله يستر. السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. معكم حمادة من قناة أراوي ستوريس. كما شفتوا في العنوان، أنا من دابا غادي نقول لكم أنا ما غاديش نحط لكم الفيديو لأسباب أخلاقية. أول مرة وكنقولها لكم بكل صراحة، درت كما كيديروا كاع الناس، كيحطوا عنوان كاذب أو صورة كاذبة لهذاك الفيديو باش الناس اللي يدخلوا غيتفاجئوا بفيديو مغاير تماما لداكشي اللي كانوا كيطمحوا ليه أو أنهم كانوا كيتمنوا يشوفوه. فأعراض الناس أخوتي ماشي هكذاك. آه انا كنقولها لكم بكل حرقه، انا دابا جيت نهضر على هاد البنت وماشي من العادات ديالي انني نتكلم على هاد المواضيع في القناه ديالي، ولكن حتى انا شفت الفيديو كما شافوه معظم المغاربه. ولكن الحرقه اللي انك تشوف بنادم كيقتل ويتعذب قدامك بهذيك الطريقه الوحشيه اللي ما كيديروهاش حتى الكلاب حشاكم، فهادشي اللي وصلنا ليه في بلادنا المغرب. فكما قلت لكم، اذا كنتوا داخلين غير باش تشوفوا الفيديو فانا كنقول لكم بلا ما تصدعوا راسكم، انا عملت هذيك الصوره او الغلاف والعنوان غير باش تسمعوا داكشي اللي غادي نقوله لكم، وغادي نعطيكم تفاصيل القضيه ديال هذه الجريمه اللي وقعت. تداول الرواد لمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوم الامس الاثنين 15 يوليو كيوثق فيه الواقعة تعرض السيدة للاغتصاب والتعذيب من قبل شخص في مكان مغلق في مدينة الرباط. كانت بالرفقة ديالو أشخاص آخرين من بينهم ذاك المصور الفيديو. تفاعلت المديرية العام للأمن الوطني بسرعة وجدية مع هذاك المقطع الفيديو المذكور، حيث ذكرت في بلاغ اليوم الثلاثاء 16 يوليو بأن المصلحة الولائية للشرطة القضائية في عاصمة الرباط سبق أنها فتحت بحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ذلك على خلفية العثور على الضحية اللي كتظهر في مقطع الفيديو وهي ملقاة في أحد الأزقة المدينة العتيقة في حالة خطيرة قبل أن توافيها المنية بتاريخ 11 يونيو جراء مضاعفات الإصابات اللي تعرضت لها. تحديد الهوية المشتبه به، بحسب البلاغ ذاته فإن الأبحاث اللي باشرت بها المصالح الشرطة القضائية كانت قد صفرت على الفور عن تحديد الهوية المشتبه به في الارتكاب هاد الأفعال الإجرامية. هو نفس هذاك الشخص اللي كيظهر في المقطع الفيديو هو كيتعدى للضحية، بحيث تم توقيفه وتقديمه الأمام العدالة من أجل جريمة قتل عمد، مشيرة إلى أن البحث جاري لتحديد الهوية المتورطين والمفترضين في هاد الجريمة، وعلى الخصوص المشاركين في الاعتداء على الضحية وتصوير المقطع الفيديو المتداول. تهذيب واغتصاب ووفاة، كيوثق المقطع الفيديو الصادم ومروع كينتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. المشاهد الاغتصاب والتهذيب نفذها مجرم في حق الضحية بكل وحشية. توسلت السيدة إلى المجرم حسب الفيديو وكانت قد استنجد به وقالت عفاك أخويا عبد الواحد يا أمي الحبيبة، لكن للأسف ما استجابش ليها وبدت المرأة اللي فارقت الحياة بعد أيام من تعرض لها للاغتصاب والتعذيب كانت ممددة فوق الفراش وهي عارية تماما، وعلى الجسد ديالها كذمات متفرقة وكأنها لحم خضر عند الخضار، فيما كيقوم ذاك الشخص أو الحيوان بإدخال قنينات زجاجية كبيرة في قبلها وضبرها. في واحد المشهد مرعب للغاية، كنا كنظنوا ان هاد بحال هاد الفيديوهات او المشاهد انك تشوفهم غير في الديب ويب او الانترنت المظلم، لكن للاسف ولينا كنشوفوهم في المجتمع ديالنا والصغير يشوفهم قبل الكبير. والقصه الكامله ديال هاد الفيديو والقتل والاغتصاب، البنت اللي شفنا في الفيديو الله يرحمها، الاسم ديالها حنان وفي العمر ديالها 34 سنه، كانت بنت في الرباط والام لطفل في السن المراهقه، والوحش الادمي اللي قتلها من بعد ما اغتصبها الاسم ديالو عبد الواحد ولد المراكشية ساكن في الملاح الرباط، كذلك في العمر ديالو 56 سنة، فايت مشدود أكثر من مرة وفايت لرجال الأمن ضربوه بالقرطاس باش يشدوه، عنده سوابق بتجارة المخدرات والضرب والجرح. حنان كانت معاه في علاقة غرامية وكان كيفرض عليها تمارس الدهارة بأكذال.
كان كيوقفها في شارع الأبطال وكانت كتخلص، لكن مورا آخر تشدى ليه خرج ولقى حنان تبدلات عليه، يعني حيدات من ديك الطريق وتعرفات على واحد ولد الناس عنده حانوت في كازا. السيدة ما بقاتش باغا ديك الطريق وبغات دير وليدات ودارها كيفها كيف كاع الناس. لكن هذيك الليلة المعلومة من بعد ما عرقها قرقوبي قام بالاستدراج ديالها للمنزل ديالو تماك، وقع اللي وقع كيف ما شفتو في الفيديو او كيف ما شافوا معظم المغاربة لهذاك الفيديو. مورا ما سالت الحصة التعذيب والاغتصاب خرجها للشارع عارية تماما امام الناس وشد المطرقة وبقى كيضرب ليها في راسها حتى قتلها في العز الشباب ديالها، وهذا الشيء داز عليه شهر. والمجرم شدوه رجال الامن في نفس النهار وقدموه المحاكمة بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد. مورا ما خرج هذا الفيديو. في هذه الايام الادارة العامة للامن الوطني خرجت ببيان شرحت فيه الحيتيات الكاملة وداروا مذكرة بالبحث في حق المصور الفيديو. هنا كيجي الطلب الشعب، الطلب ديالنا وديالكم، دابا بغينا الوزارة العدل تعطي شي حكم اللي يبرر الرأي العام في حق هذا المجرم، وكذلك هذوك الوحوش اللي اغتصبوا الطفل رضا بمكناس. وأضعف الإيمان هو الإعدام، والعفو الملكي كنتمنى من كل قلبي أنه يكون فقط لهذوك الدراوش اللي داخلين على الكريدي ولا النفقة ولا أضعف الإيمان غنصبوا الاحتيال اللي ما كيهز موس ولا كيضرب بنادم. من هذا الفيديو كامل أخوتي وأخواتاتي، ولك انتي أختي أنتي انتي اللي كتسمعي لي في هاد المقطع وكملتي معايا الفيديو الآخر، وكان شكرك على هاد الشي اللي درتيه. فنصيحة لي كنتمنى من كل قلبي يا أختي أنك تاخدي هاد البنت عبرة ليك، وما تغركش الحياة ديال الدنيا أو الفلوس ديالها والخنز ديالها، حاجة وحدة يا أختي أنك سمعي لوالديك، سمعي لوالديك وجلسي حداهم وبعدي على الصحابات السوء، لأننا وكنجيو نهضرو منطقيين وواقعيين احنا فعلا تعاطفنا مع هذيك البنت وتألمنا بزاف، ولكن يا اخوتي واخواتاتي ان الوحدة مهما يكون مهما تكون عندها ظروف قاسية مهما تكون اي حاجة، ربي ما دارش انك تخدم ضعارة او تخرج او تكمي او تترافق مع رفقاء السوء باش انك تقدر تعيش، لا تقدري تعيشي بالسترة وتاكلي من داكشي اللي قسم الله، لان البنت اذا كانت محافظة على راسها ومن بعد على كل دوك المشاكل وديتها في سوق راسها، فكوني اكيدة ان تشي موسخ بهذا المعنى واسمحوا لي ما يقدر انه وخا غير يشوف فيك ولا يطمع يهضر معك. فهنا كانت نهاية الفيديو، اسمحوا لينا على هذا الفيديو اللي درتوه، ولكن عارف الناس عندي هنا كيبغيوني غادي تفهموا هذا الشيء، والله يهدي ويحفظ كل وليدات المغرب. فالكلمة الأخيرة كما العادة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. سلام.